السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا من كل مكان في فيديو جديد. بإذن الله هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة، تبقى بصوص الشوكولاتة كده وتحفة وجميل قوي، وبتنفع في أعياد الميلاد وبتنفع للمناسبات وتبقى في البيت حاجة جميلة جدا. طيب هقول المقادير، ده مقدار صينية واحدة، طبعا لو عايزة تضاعفي الكمية تضاعفي زي ما انت عايزة. أول حاجة أنا بشغل الفرن عشان يبقى يسخن معايا، وبجيب الصينية اللي هدخلها الفرن وبدهنها مسحة زيت خفيفة وبمسحها كده بمنديل، وأحط عليها شوية دقيق في الأرضية فقط، الجناب لا. طيب أول حاجة عمل مقادير، المقادير سهلة جدا وبسيطة، كوب من الحليب أو اللبن، وكوباية من الكاكاو الخام يعني مر مش عليه سكر، وكوباية سكر، ونص كوباية من الزيت وسمنة. يعني هنا بضيف زيت مع سمنة عشان الزيت بيخليها مفرولة شوية كده، السمنة بتخليها هشة وجميلة، فبحط الاتنين على بعض. ده مقدار نص كوباية كويس كده يعني. طيب انا هاخد المقادير دي اللي انا قلت عليها هضربها في الخلاط. اول حاجه بعد ما خلطت المقادير اللي قلنا عليها في الخلاط، هجيب كوبايه وهشيل فيها مقدار كوبايه الا ربع من الخليط ده، شايفين القوام بتاعه، بس عشان دي كانت مكانها كوبايه اللبن فالبياض ده بتاعت اللبن كده. انا شلت كوبايه الا ربع، هشيلها بقى في التلاجة. المقدار اللي فاضل ده في الخلاط هضيف عليه 3 بيضه، وفانيليا، وهضربهم في الخلاط. بعد ما خلطت المقدار في الخلاط هصبه كده في طبق في بولة اللي انا هقلب فيها، هضيف ده مقدار كوباية وربع من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهضيفهم تدريجي وهقلبهم. فكرة نفس الكوباية تعيري بيها كل المقادير اللي احنا قلنا عليها دي، تعيري بيها الدقيق السكر كل حاجة عيرتي بيها مقدار واحد، هقلبهم كويس وبتبقى قوامها معايا بالشكل ده. هضيف عليها كمان دي شوكولاتة خام، هاخد منها كده زي بشر عليها واضيف فيها، هتديها تيست جميل قوي وطعم حلو. الشوكولاتة الخام مش تبقى كلها بقى شوكولاتة كده وكلها سمرة، تبقى حلوة. وهقلبها كده، الشوكولاتة طبعا لما تدخل الفرن هتسيح معايا، اديني لون كمان اغمق من كده شوية، وبتبقى طعمها وتيست قوام جميل جدا. هجيب عندي بقى الصينية زي ما قلنا، دي دهنتها الاول شويه زيت وبطنتها بدقيق، وهضيف الخليط. دلوقتي بقى هدخلها الفرن على درجه 180 درجه لمده من تلت لنص ساعه، يعني ما تستوي معايا كده. الكيكه استوت معايا، وعرفت ان هي استوت ان انا بسكينه كده بشوفها، لو طلعت سكينه نظيفه خلاص او بعود خله. طبعا هي خدت مني تلت ساعه، انت بقى على حسب فرنك يعني، هو من تلت لنص ساعه، بس هي الحمد لله خلاص كده استوت معايا وسبتها هديت 5 دقايق. بعد كده هجيب عندي الصوص اللي انا عملته وركنته قبل كده، وهبتدي ان انا انزله على وش الصينيه اهو زي ما انتم شايفين كده. وزعت الصوص على الكيكه، الصوص ده جميل اهو، تقيل زي ما انتم شايفين وخطير جميل عسل. وكمان هضيف هنا ده جوز الهند. الكيكه دي يا جماعه بتبقى خطيره خطيره والله كده، حاجه كده مليانه شوكولاته اهو. بعد كده بقى هقطعها مثلثات، طبعا دي بتتاكل وهي بارده بتبقى افضل. انا هطلع لكم معايا خرطه اوريها لكم، بس انتي بقى بتسيبها في الثلاجه يعني بتتقدم بارده بتبقى افضل. اهو انا كده طلعت منها خرطه، شايفين يا جماعه، شايفين معايا هشه جدا، والشوكولاته الخام اللي حطيتها فيها ادتها ثمار كده وتست وطعم جميل جدا، والصوص اللي فوق بجوز الهند خطيره جدا. وكمان لو عندك ممكن سوداني مجروش تضيفيه، اي مكسرات انت عايزه تضيفيها اهو. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم، سهله جدا وبتطلع ناجحه. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.